بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الباب الأول بعد المئة: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. يعني أدب المسلم لما يلاقي طعام ولا يشتهيه يتركه وهو ساكت، ما يعيبش، لكن ما تاكلوش خلاص ما تاكلوش، لكن مش داعي انك انت تعيب في الطعام، لأن الطعام أولا صنع الله وطهي إنسان، مش كده برضه؟ فإذا عبت فيه، إما عبت في صنع الله، إما عبت في إيه؟ في فعل الإنسان فتكسر خطره. فهمت بقى إزاي؟ والحالتين ما يصحش، إن أنا أكسر خطر إنسان أو إن أنا أعيب في صنع الله. فهمت؟ طب والسلامة أعمل إيه؟ طب ما أنا بلاقي مطعم معيوب فعل مش مستسيغه، أعمل إيه؟ اتركه واسكت. الصمت خير من البلاغه من الكلام. فهمت؟ ده من باب الادب، مراعاه الادب، فلا ينسب للساكت قول. فهمت بقى؟ اذا النبي كان سنته ايه؟ اذا راى طعاما عجبه اكله، وان لم يشتهي عافه تركه ولا يتكلمش. امال الضب ده ما عابش في الضب؟ ده قال ليس في بلدي فاعافه بس. ده العيب مننا، انما الضب ده حاجه خير جميل. ما عبش فيه، ما قالش يقول أي عدة طعمه وحش، إيه القرف ده؟ ما قالش كده، ده قال لا أجدوه عند قومي فأعافوا، يعني حاجة أكلة مش متعود عليها، فنسب الأمر لنفسه ولم ينسبه للطعام نفسه. خدت بالك؟ لا سمعني يقول لي طب ما عاب الضب. لا ما عبش الضب يا ابني، ده النبي يقول لا أجدوه عند قومي فأعافوا، يعني نفسي ما بتروحش ليه وساب خالد يأكله قدامه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي لا يعيب طعاما قط، ادب، لان الطعام صنع الله وطهي ادم، فان عاب اما عاب في الصنع وده لا يليق للمؤمن، اما يعيب في الطهي فيعيب في الصانع اللي هو ايه العامل في الطعام، وده انسان فيكسر خاطره فيقوم يسلم الحالتين. فهمت بقى الطريقه؟ السلامه لا يعدلها شيء. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. حديثان: الحديث الأول وهو 38 بعد 700 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. يجي لك واحد مثقف يقول لك ما قال الضب ما باكلوش، لأنه مثقف مش فاهم. النبي عارف الضب ده بيقول اعافوا، انا اعافوا بس، انا اللي ما ايه لا اجدوه عند قومي اكله كده ما تعودتش عليه. لكن هل ان هي قال ان هي اكله وحشه قذره؟ فهمت؟ ما قالش كده. يبقى ايه؟ يبقى كلام النبي في الضب كان ليس عيبا في الطعام، ولكن بيانا لسجيته وطبيعته في اختيار ما ياكل. فهمت؟ ما انت لازم ترد على المثقفين اللي يعملوا لك اعتراضات. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أهله الأدم فقال: ما عندنا إلا خل. فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. كان ايه النبي جائع فطلب طعاما، فاتوا اليه بخبز، فقال: هل من ادام، يعني حاجه احطها في الخبز؟ قالوا: لا يوجد الا الخل.
فأخذ الخل وقال نعم لي دم الخل وأكل صلى الله عليه وسلم. نقرأ الشرح. باب بالتنوين ويجوز بتركه وإضافته إلى قول لا يعيب. يعني ممكن تقول إيه؟ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدح. يبقى باب هنا إيه؟ هذا باب كويس. ويبقى باب دي مرفوعة خبر إيه لمبتدأ محذوف، واللي جاي بعدها مضاف إليه. أقول باب، أنون كده، هذا باب مبتدأ وخبر. طب واللي بعدها يبقى إيه؟ يبقى مبتدأ، كأني ببتدي جملة جديدة. فهمت؟ يبقى باب بالتنوين ويجوز تركه، يعني ترك التنوين وتقول باب وتضيفه إلى ما بعد. فهمت كلام الشيخ؟ لا يعيب أي الإنسان الطعام على تقدير مضاف، أي استحباب عدم إعابة الطعام، وعطف عليه قول واستحباب مدحه، وذلك لأن الأول إن كان فيه منع للشر ففيه التعرض لصنع من أحسن كل شيء خلقه، وإن كان فيه منع لهما ففيه كسر قلب صاحبه اللي هو قدم الطعام أو طه الطعام يكسر خطره. انت عندك ايه؟ وان كان فيه منع لهما مبروك كله لهما ماشي. طيب والمدح فيه لهما اللي هو الخالق والمخلوق، والمدح فيه الثناء على الله سبحانه وجبر القلب الصالح. لما كان المدح فيه مزايا كان يمدح، ولما كان الذم فيه معايب كان لا يعيب. فهم؟ لا يذم طعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أي في زمن من الأزمنة، وذلك لأن إعابة الطعام إنما تكون من الترفه والرعونة، تملي المترفهين واللي عندهم شوية سفاهة في حياتهم وعايش عشان يأكل مش عايش عشان يعمر الأرض ويعبد ربه. في ناس عايش عشان تأكل وعشان تلبس وعشان تستمتع وخلاص كالبهايم، لكن الإنسان المفروض عايش عشان يعبد ربه ويعمر الأرض. دي وظيفة الإنسان، ربنا خلقه من أجل هذه الوظائف، والأكل دي وسيلة تعينه على أداء الوظيفة. ففي ناس يحول الوسيلة إلى هدف، ودي مصيبة. دول المترفهين طول النهار أكلة دي حلوة والأكلة دي وحشة والأكلة دي يحمل حال زيادة ودي جميلة ودي ناقصة ودي مش عارف، قاعد طول النهار يتكلم على الأكل، طول النهار يتكلم على اللبس، طول النهار يتكلم على متاع الدنيا. فهمت؟ في ناس كده ده دول أسوأ من البهائم. فهم؟ لأنه تاه عن الوظيفة التي خلقها الله لأجله، خلقنا لنعبده ونعمر الأرض. فهم؟ والأكل ده من ضمن الوسائل اللي تعينك أن تعمل أن تفعل ما أمرك الله به، فلا تجعل الوسائل مقاصد. فهم؟ في فرق بين المقاصد والوسائل. عشان كده قال لك قال لك إنما تكون اللي هي إعابة الطعام من ترفه والرعونة، وليس منها قوله في الضب إني أعافه، لأنه إخبار عن طبعه لا إعابة الطعام. ودي مهم الكلام ده. إن اشتهاه أكله، وإن كرهه أي من جهة الطبع تركه من غير ذم له. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، الأدم بضمتين، ويجوز الأدم ويجوز التسكين للثاني تخفيفا من جمع إدام بوزن كتاب، وهو ما يؤدم به مائعا كان أو جامدا، يعني نغمس به كده، نغمس به الخبز، كل ما يغمس به الخبز يسمى إدام. واضح؟ ولحد دلوقتي في أرياف مصر فلاحين مصر ولكن ما فيش إدام، يعني حاجة نحط فيها الخبز، هل دلوقتي مستعملة بهذا اللفظ عند عوام المصري؟ فهم؟ كما في المصباح، وفي تجوز معاملته، وفيه تجوز معاملته بعد تسكين ثاني معاملة المفرد، فجمع على آدم مثل قفل وأقفال. يعني قلت إيه أدم تبقى إيه تعامله معاملة المفرد،
لو سكنت الايه الدال تعامله معامله المفرد، لكن لو ضميت الدال الدال تعامله معامله الجمع. فهمت؟ فلو قلت ادم يجمع على ايه؟ ادم مثل قفل واقفال. امال ايه؟ ادم تجمع على ايه؟ مفردها ايه؟ ادام. يبقى ادام ادم، وايه وادم تبقى ادم. خدت بالك الفرق؟ وسبب سؤالي لهم ما جاء ان اهله صلى الله عليه وسلم قدموا له خبزا فقال ما من ادام، فقالوا ما عندنا الا خل. استثناء مفرغ من عام شامل لسائر الادم، اي ليس عندنا ادم الا خل. فدعا به اي امر باحضاره، فجعل اي شرع ياكل ويقول نعم الادم الخل، نعم الادم الخل. هذا دليل الشطر الثاني من الترجمه. ثم قال المصنف تبعا للقاضي عياض: معنى الحديث مدح الاقتصاد في الاكل ومنع النفس عن ملاذ الاطعمه، والمعنى اتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته، يعني رخيص، يعني تخف مؤنته يعني تكاليفه رخيصه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الاسراف في المباحات. مما تخف مؤنته ولا تتنافسوا في الشهوات، وهذا قول الخطابي ومن تابعه. والصواب الذي ينبغي الجزم به أنه مدح الخل نفسه، وأما الاقتصاد في المآكل فمعلوم من دليل آخر انتهى. ونوقش الخطابي يقول لك إيه؟ والصواب الذي ينبغي الجزم به أنه مدح الخل نفسه، وأما الاقتصاد في المآكل فمعلوم من دليل آخر. نوقش فيما قال إنه الصواب. الناس ما وفقتش الخطابي. من قالك ان ده الصواب يا خطاب؟ اولا انه غير ظاهر ان هو ده الصواب، فضلا عن كونه هو الصواب. اذا كان اصلا اللي بتقول عليه الصواب ده غير ظاهر، فازاي تخليه هو الصواب؟ ده هو فيه يدل على ان النبي يرضى بالموجود ولا يعيب الطعام ويمدح ما ايه ما قل. فهمت ازاي؟ فمش فاهم. فالمساله مش مساله مدح الايه للخل دون سائر الاطعمه. فهمت ازاي؟ ده هو بيمدح النعمة الموجودة. فهمت؟ إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمدح طعاما ولا يذم، لأن في الأول شائبة شهوة وفي الثاني احتقار للنعمة، وفي التنظير نظر، لأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم محمول على مدح ينشأ عن ميل النفس لذلك الطعام، كما أشار المصنف أنه مدحه لمعنى آخر جبرا لخاطرهم وتطييبا لقلوبهم، والله أعلم. رواه مسلم وأخرجه الترمذي من حديث عائشة بن أحمد. باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، يعني إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. وقال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. الشرح: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم. إذ بسكون الذال وفي نسخة إذا، إذ لم يفطر أو إذا لم يفطر، في نسخ كده وكده. لم يفطر وإفطاره من صوم واجب ولو موسعا لقضاء لما أفطره بعذر حرام. لو كان صيامه ده صيام فريضة، ولو كان قضاء لما أفطر وقضاء على التوسع، يعني لسه عنده أيام يمكن يصوم غيره، برضه طالما شرع في في صيام الفريضة وجب الإتمام، فيحرم الإيه؟ فيحرم الإفطار. أمال إمتى يفطر؟ لو دعي لوليمة، لو كان صيام تطوع. فهمت بقى؟ له أن يفطر من باب جبر خاطر الناس وياكل معاهم، أو جاله ضيف وهياكله والضيف ده قال له انا لا اكل الا اذا اكلت معي، وهو صائم، يقوم ايه جبرا لخاطر الضيف يقوم يفطر معه. فاهم؟ طالما صائم صيام تطوع، انما لو صائم صيام فريضه، ولو كان ايه قضاء والقضاء موسع لسه عنده براح، برضه لا يفطر لانه يحرم. واضح؟ لانه اذا شرع
في أداء الفريضة وجب إتمامها، وإذا شرع في أداء النافلة يستحب إتمامها ولا يجب. فهمت الفرق؟ القاعدة دي قاعدة عامة حتى في الصلاة، حتى في كل حاجة. فهمت؟ إذا شرع في أداء فريضة وجب إتمامها ويحرم قطعها، وإذا شرع في أداء النافلة يستحب إتمامها ولا يجب، لأن المتطوع أمير نفسه. دي قواعد تبقى في ذهنك كده أيها الفقير. ومن مندوب، يعني صيام مندوب تطوع، يعني إن شق على ضيفي أو مضيفي أفطر ندبا. يبقى في الحالة دي لو انبنى عليه، يعني إيه؟ كسر خاطر ضيفه، أو ضيف كسر خاطر مضيفه اللي هو بيضيفه عنده، وكان إيه صيام نافلة، يندب له إنه يفطر جبرا لخاطر إيه من معه. وإلا فلا. طب ولا لا يشق، يعني ممكن ياكل ويقول لك لا خليك صايم انا مش عايز اكسر عبادتك. هو نفسه صرح له كده، اللي يبقى خير ما يفطرش، لانه ممكن ايه يجي الضيف وتقول له معلش انا صايم، يقوم يقول لك لا انا مش هقدر اكل اللي زكت معايا، فتقول له معلش دي صيام فريضه ما اقدرش اكسر. لكن لو صيام تطوع خلاص نقول له خلاص نفطر معاك. لو كان التاني الضيف بقى عنده سوق وكان جاي له بعد العصر وفضل ساعه المغرب حيد، يوم يضيع عليه اليوم كله، لازم يعد ذوق، يوم يقول له خلاص انا هاكل وادعي لي لما تفطر. يبقى كده راعى عباده ايه. يبقى برضه الضيف لازم يكون عنده ايه، عنده نوع من الفقه. لكن لو جاي له لسه في اول النهار، يعني الساعه 9 الصبح، وقال انا صايم، قال له لا افطر بقى معايا النهار، لان لسه ما ايه لم يقاسي شيء من العباده. فلو ان يفطر معه يبقى يعوض يوم تاني. فهمت بقى المساله؟ يعني لازم كمان انت مع اخيك تبقى ايه ناصح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم فليجب وجوبا ان كان المدعو اليه وليمه نكاح في اليوم الاول. وخلت الاعذار المسقطه للوجوب المبينه في كتب الفقه، زي مثلا انت عارف ان ايه الراجل ده تاجر مخدرات وكل رزقه فلوس حرام، او مختلس، او سارق، فاهم، ودعاك لوليمه عرس بنته، لك انك انت تجيب ولا تاكل، او لا تجيبه اصلا تعتذر. فهمت بقى ازاي؟ او بيجيب رقاصه، لازم تاكل على انغام الموسيقى في وجود الرقاصه، مفيش مكان اخر، فاهم؟ يبقى انت كده هتاكل وانت بتعصم، تقوم ساعتها تعتذر بهدوء كده، ولا تقول له لا ما تجيبش رقاصه ولا مش عارف ايه، انت مالك؟ اقول له كنت هتتدخل بيا ليه وتعملها خناقه؟ انت ايه تمتنع وخلاص. فهمت بقى؟ يعني في احوال، او بيقدموا خمور، او مثلا ايه فيها اختلاط بشع والنساء متزينات وجالسه مع الرجال، كل الحاجات دي لا تليق بمسلم انه يجلس فيها. فهمت ازاي؟ يقوم يأبى بنفسه. في الحالة دي لا يجب الإجابة، بل يستحب عدم الإجابة والاعتذار. واضح؟ وخلت الأعذار المسقطة للوجوب المبينة في كتب الفقه إلا فندبا إلا في الوليمة للنكاح في اليوم الثالث. فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو ندبا لأهل المنزل، وإن كان مفطرا فليطعم. ظاهر الأمر وجوب التناول، وبه قال جمع. قال: وعلي فأقل لقمة، ولا تلزموا الزيادة علي والجمهور على استحباب التناول. يبقى أقل حاجة في الأكل إنك تاخد لقمة واحدة، ده لازم كده تبقى جبر. حتى المصريين يقول لك إيه؟ أجبر الذات ولو بلقمة. شفت المصريين فقهاء تربية أزهرية، ما هو الأزهرية كانوا موجودين في كل بقاع أي مصر، كل نجوع مصر تلاقي فيه واحد أزهري، علم الناس، فالناس اتعلمت، فبقت أصبح إيه من عادات الناس، يقول لك إيه أجبر الذات ولو بلقمة، يبقى اسمك تناولت. شفت الكلام ده؟ فقه، الكلام ده فقه على فكرة، مش عادات أعراف، لا ده هم خدوها من الدين ثم صارت عرفا بعد ذلك. قال المصنف في شرح مسلم وهو الأصح: فلا يجب الأكل لا في وليمة نكاح ولا في غيرها. رواه مسلم. يعني إيه؟ الاكل نفسه الوجوب هو انك انت تحضر، ده الوجوب. كونك بقى تاكل او ما تاكلش ده بقى يستحب،
فهمت ازاي؟ ولو اردت ايه اقل طعام فيبقى يكفيها لقمه هي بس ما اتناولت وعملت كمان المستحب. فهمت كلام المشايخ؟ قال المصنف في شرح مسلم وهو الاصح: فلا يجب الاكل لا في وليمه نكاح ولا في غيره. امال الوجوب في ايه؟ في ايه؟ في الحضور، في تلبيه الدعوه. رواه مسلم في كتاب النكاح من صحيح، وفي الجامع الصغير رواه احمد والترمذي وابن ماجه. وقال العلماء اي من شراح الحديث: معنى فليصلي فليدعو، هذا قول الجمهور. قال في شرح مسلم نقلا عنه: معناه ليدعو لاهل الطعام بالمغفره والبركه ونحو ذلك. وقيل المراد الصلاه الشرعيه ذات الركوع والسجود ليحصل له فضلها وليتبرك اهل المكان والحاضرون بذلك. يعني ممكن يصلي، يعني يقول لهم تعملوا على ما تاكلوا بقى، ايه يفرد المصليه وايه ويصلي ركعتين كده في المكان ويدعي لهم. ممكن تبقى صلاه شرعيه تطوع، وممكن فليصلي يعني ايه؟ يعني يدعو لهم. افرض مش متوضي ومحرج ان هو يدخل الحمام عندهم، يبقى يدعو بقى ليه ويقعد كده: اللهم اغفر لهم وارحمهم بارك فيكم، واخد بالك، وربنا يجعله عامر مصريين ولا كده، ربنا يجعله عامر. هذه كلها ادعيه حلوه. فهمت بقى؟ ومعنى فليطعم بفتح التحتيه فليأكل، واحنا قلنا اقله ايه؟ لقمه. باب ما يقول من دعي الى طعام فتبعه غيره. يعني افرض انك انت واحد عزمك انت وصديقك، فوانتوا ماشيين قابلتوا واحد يعرفكم، انتوا رايحين لفين؟ رايحين لفلان. طب يلا بالبركه انا هاجي معاكم. هو اصلا الراجل ايه؟ داعينا داعي الاثنين. تعمل ايه؟ تحرج انت تقول له لا اقوى فتسكت، وبعدين على الباب تخبط تستاذن تقول له والله يا فلان انت كنت دعيتني انا وفلان، تبعنا الاستاذ فلان، هل تاذن له؟ فهمتوا ازاي؟ فقال اذا اذن خلاص، لم ياذن افرض المكان ضيق او كان مش عامل طعام الا على القد، يقول له ايه فرصه تانية، تقول له خلاص السلام عليكم وتمشي من غير زعل. على فكره ما تزعلش، اوعى اوعى تزعل لو لم ياذن، تبقى غلطان لان هو ما كانش عامل حساب، التمس لفيك عذرا. فهمت؟ باب ما يقول من دعي الى طعام فتبعه غيره. عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسه. يعني كان الراجل قال للنبي تعالى وتعالى معاك ايه؟ تعالى معاك اربعه، انا عامل اكل الخمسه. كويس؟ فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا تبعنا، فان شئت ان تاذن له وان شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره. لا يخفى أن الطعام ليس بقيد، فكذا من دعي لنحو دعوة مشهورة فتبعه غيره يفعل ما يأتي. عن أبي مسعود واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، نسبته لبدر لسكناه بها وإلا فلم يشهد وقعتها المشهورة، رضي الله عنه قال: دعا رجل اسمه أبو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، أي أمر غلماه بصنعه كما صرح به في رواية أخرى له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، خامس خمسة، أي تصير العدة به كذلك. فتبعهم رجل، فلما بلغ أي النبي صلى الله عليه وسلم والرجل أو صاحب المنزل الباب والأخير، أنسب بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. هذا لا يخالف ما جاء في حديث آخر من استتباعه صلى الله عليه وسلم أنسا رضي الله عنه لما دعاه الخياط لضيافة جعله له، لأن هذا محمول على ما إذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم برضا رب المنزل بالزيادة على العدد المدعو وعدم الاستئذان على ما إذا كان واثقا برضا. يعني أنت تجيب معك واحد وهو ما قالكش عليه وانت مطمئن من غير اذن، لو انت عارف انه يرضى بذلك من خلال خبرتك معاه انه ده لا يؤذيه وانه المكان واسع وان الراجل طعامه كتير وانها مش هتفرق معاه، ساعتها ممكن تجيب معاك واحد واثنين وانت ايه مش قلقان بدون اذن، لو انت عارف ايه بالاذن العام او بالعاده المستقره مع هذا ايه البيت. قال: بل آذنوا بصيغة المتكلم له يا رسول الله. متفق عليه، أخرجه البخاري في البيوع ومسلم في الأطعمة ورواه الترمذي والنسائي.
باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنى من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. يعني عجز تماما، فأصبح لا يأكل إلا بشماله. باب الأكل مما يليه. الضمير المنصوب يعود على الآكل المفهوم من الأكل. وكذا ضمير قوله ووعظه وتأديبه من يسيء أكله، يعني الضمير ده كله يعود على الأكل، الضمير الهائف. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بأم وهو ابن 6 سنين في حجر، بكسر المهملة وفتحها، حجر وحجر، أي تحت نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي بالإفراد تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، بضم الميم، سمي الله تعالى، أيذكر اسمه أول أكلك، بأن تقول بسم الله وتقدم أكملها وما فيه، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، وكل بيمينك، وكل مما يليك، إن كان الطعام لونا واحدا يعني نوع واحد يبقى يأكل مما يليه، وإلا فلا بأس بالأكل من جهة صاحبه، والأمر في الثلاث للندب، اللي هو إيه؟ سم الله مندوب، كل مما يليك مندوب، وكل بيمينك مندوب. الثلاث أوامر للندب مش للوجوب. واضح؟ طب إيه اللي صرف الأوامر دي عن الوجوب إلى الندب؟ الشرط في جوه، ما هو الأصل الأمر للوجوب، ليه ما قلناش عليه وجه؟ إيه الصارف؟ إيه القرينة الصارفة؟ ليه العلماء قالوا لا للندب مالوش الوجوب، والأمر أصلا للوجوب؟ إيه هي القرينة الصارفة؟ أقولها لكم عشان ما تحتاروش. كل أمر تعلق بعادة وليس بعبادة يصرف للندب، والأكل عادة. فهمت بقى إزاي؟ أما كل أمر متعلق بعبادة فيصرف للوجوب. يبقى ننظر الأمر ده متعلق إيه؟ بعادات ولا عبادات؟ إن كان عبادات نقول عليه للوجوب، وإن كان عادات نقول عليه إيه؟ للندب. وإن كان من المباحات نقول عليه للإرشاد. واضح؟ يبقى القرينة الصارفة على الأمر الوجوب في هذه الأمور إيه؟ أن الأكل عادة، فكل ما تعلق من أوامر وآداب متعلق بالأكل يبقى إيه؟ يبقى على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب الشرعي. عشان كده قال لك إيه؟ والأمر في الثلاث للندب. عرفت الثلاث؟ يعني الثلاث أوامر اللي فاتت للندب. تكتب فوق الندب هنا: والصارف عن الوجوب العادة، أنه تعلق بعادة. والصارف عن فوق كلمة الندب تكتب كده: والصارف عن الوجوب كونه تعلق الأمر بعادة. والحديث قد تقدم بشرحه في باب التسمية على الطعام، ولعله كان يأكل باليسرى أو تارة بها وأخرى باليمين. متفق عليه. قوله تطيش بفتح الفوقية وبكسر الطاء وبعدها ياء مثنى من تحت وآخره شين معجمة، معناه تتحرك وتمتد من الامتداد إلى نواحي أطراف الصحفة، وهو مأخوذ من الطيش، الطيش وهو إيه؟ الخفة. الطيش اللي هي خفة الحركة مع خفة العقل، خفة الحركة مع خفة العقل. يقول لك فلان ده طايش، يعني ياخد قرار سريعا
وبعدين يتحرك بسرعة وبعدين يندم. فهم؟ وعن سلمة بفتح أولي ابن الأكوع أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال إرشادا له للأفضل كل بيمينك. الأمر فيه للنبي، عرفنا للنبي ليه؟ لأنه متعلق بعادة. قال أي الرجل مخبرا بخلاف الواقع لا أستطيع. طيب إيه هنا؟ النبي أمره بالنبي وأمر للنبي، لكن جاي من النبي في حضرة النبي، فده يرجح الإجابة على طول حبا للنبي. فالراجل ما راعاش هذه الأداب، فهم؟ فاستدعى إن النبي صلى الله عليه وسلم يحوله بدل ما يبقى كذاب يحوله لصادق. قال له ما استطعت، فما باش يحرك إيده اليمين فصار صادقا. خلاص يا ابن شمير، شفت بقى زي النبي حوله بدعوته إلى الصدق من الكذب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نصحه، فهمت بقى ازاي؟ مش ضره على فكرة، ده نصحه. لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم داعيا علي لما ظهر له من عناده وكبري عن الانقياد للحق. أنا مش عجباني الكلام التعليل ده، لا. النبي أراد أن يحوله من الكذب إلى الصدق، فقال له لا استطعت، فلم يستطع أن يحركه فصار صادقا في أكله بالشمال. فهمت؟ لأن النبي ما عندوش الغل ده يدعي على حد، الغل ليس طبعه، والدعاء المسلمين ليس طبع النبي صلى الله عليه وسلم. فبل بالعكس، كان يدعو للكافر فحيدعو على مسلم، فهم؟ من أجل شيء مندوب حشاء طبعا. لا استطعت. وقالوا ما منعه إلا الكبر. كلمة ما منعه إلا الكبر ده مين؟ ده تعليم من الصحابي، هو دخل قلبه. أي دي كلمة كانش ليها لازم، انت دخلت قلبه، فهم؟ ما كانش صح تقول كده ايها الصحابة او الراوي، فهمت ازاي؟ لان الكبر محله القلب، وانت لا اطلاع لك على القلب، فهمت؟ ويبقى ما منعه الا الكبر دي مدرجة في الحديث من كلام ايه الراوي. جملة مستأنفة من الراوي مبينة للمقتدي لدعائه صلى الله عليه وسلم مع كمال رحمتي ومزيد رأفتي وتجاوزي عن اكثر من ذلك خصوصا، والأمر على سبيل الند. وقوله فما رفعها، أي فما رفع المدعو عليه يمينه إلى فيه، أشار به إلى حصول الإجابة حالا، رواه مسلم في الأشربة من صحيحه. والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا حد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.